السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ان شاء الله اليوم غنصحو التمرين 46 صفحه 54 و55 كتاب فرحه بالرياضيات اولى باك. هذا هو الكتاب على العموم والتمرين هذا هو هذا التحتاني هذا. دونك بداو على بركه الله نقراو التمرين. بعد اللي تكون اف الدر العدد المتغير الحقيقي اكس مع ربي ما يلي اولا الي بين ان وباء بين ان هذا الشيء. دونك شوف الوغ دونك هو التمرين 46 صفحه 54 55. دونك اولا دونك كنسطروا عليه هكا. اولا الف بين ان كتساوي اكس مهما كانت اكس من اغ. عندنا ان جوج اكس كاري مون 4 اكس بلس 3 supérieur à 0 كبر من 0. دونك نحسبوا الدلتا نتاع هذه. دونك هذه او كاري. دونك الدلتا هي بي او كاري مو 4 سي اللي كتساوي ليا 16 مو 4 في 3. 4 في 3 هي 12. دونك 16 مو هنا فوا 2 4 سي. دونك 16 4 في 3 هي 12 في جوج 24. 16 ناقص 24 ناقص 8. اذا دلتا كتساوي ناقص 8. هذه قط صغيرة قطعة من الزر. دونك هادشي كي ابليكي ليا بلي ان كو كيساوى اكس من اغ جوج اكس كاري موان 4 اكس بلس 3 سوبيريور ا 0. ب قالك بين ان اف دو اكس محصورة بين هاد الجوج هادو. دونك نبينو بلي ان اف دو اكس محصورة ما بين واحد واحد على جوج. دونك هنا قطعا وهنا كيكو سوا اكس ابارتمون ار. الو غتشد دير اف دونك نديرو كيكو سوا اكس من ار نحسبو اف دو اكس موان ز اللي كتجيك اف دو اكس عطينها لنا هي اكس كاري موان دو اكس بلس 2 على جوج اكس كاري موان 4 اكس بلس 3 ناقص 1. مهما ناقص 1 دونك هي تجي ناقص 1 وناقص 1 بتوحيد المقامات هذه نضربوها الفوق. دونك تجيك هي ناقص جوج اكس كاري بلس 4 اكس موان 3 كلشي هكا. دابا تنوحدو المقامات. دونك اف دو اكس موان ز كتساوي ليا دونك اكس هي ناقص اكس كاري دو اكس ناقص بلس 4 دونك بلس 2 اكس 2 موان 3 اللي هي موان ز على 2 اكس كاري موان 4 اكس بلس 3 اللي كتساوي ليا. دونك هنا نعمل بالناقص تجيك ناقص اكس كاري موان 2 اكس بلس 1 سوغ 2 اكس au carré moins 4x plus 3. Donc que soit x moins min r min x anna fx moins 1. Donc هذه اللي لاحظتي انها متطابقه هامه اللي كتكتب على الشكل. دونك كتولي تساوي ناقص x moins z au carré sur 2x carré moins 4x plus A3. وهذه راها صغر ولا كتساوي صفر. دونك هذه راه صغر من الصفر ناقص وداك الشيء. يعني تقدر الفوقاني على هذه تولي زيرو تكون هذه كتساوي هذه زيرو اولا هذه صغيره. مهم هادشي كي ابليكي لي حاجه وحده. دونك ان كل كسوى اكس من اغ مهما كانت اكس من اغ ان اف دو اكس صغر ولا كتساوي 1. هذه الاولى. ندوزو للثانية. دونك من هنا كتبدا الاولى دابا ندوزو للثانية اللي هي نتا كوكسوا هذه من اغ ان اف دو اكس موان 1 سوغ 2 كتساوي ليا لا ميم. نوحدو المقامات دونك نحاول نزرب شوية هنا باش ما يجيش الفيديو طويل. موان دو اكس بلس 2 على x² 2x² -4x + 3
plus moins 1 sur 2 دونك توحيد المقامات هو كالتالي اف دو اكس موان 1 سور 2 كتجيك هادي تضرب هنايا جوج اكس كاري موان 4 اكس بلس 4 موان جوج اكس كاري بلس 4 اكس موان 3 كلشي على ياش على 2 جوج اكس كاري موان 4 اكس بلس 3 تساوي دونك 2x موان 2x دونك هانتوما باش يبان لكم 2x موان 2x ناقص 4x مع 4x 4 موان 1 موان 3 دونك هنا 1 علاش دونك ندخلو الجوج عليهم 4x كاري موان 8x بلس 6 وهذه راها سوبيريور ا 0 على سوبيريور ا 0 علاش هادي كبر قطعه من الزيرو حيتاش يعني ها انتما 1 على 2 عامل اكس كاري موان 8 موان 4 اكس بلس 3 ونقينا هنا هادي اللي ما بين الاقواس المعادله نقيناها بالنسبه للسؤال الاول الف بالنسبه للسؤال الاول الف نقيناها كبر قطعه من الزيرو اذا واحد على جوج اكبر قطعه من الزيرو دونك هذه كامله اكبر قطعه من الزيرو الوغ مهما كانت اكس من ار اف دو اكس اكبر قطعه من ان سوغ دو دونك هذه هي ونقدروا نكتبوها في العموم على الشكل التالي ان اف دو اكس A 1 sur 2 كل ما كانت X من R دونك هذا هو الجواب نتاع B دابا ندوزو الثاني السؤال الثاني لتكون U و V دالتين دونك ثانيا عطينا U دو X X كاري موان دو X و V دو X كتساوي x plus 2 sur 2x plus 3 donc alif alif et à taille je dois travailler de la UV alif à taille je dois travailler de la UV دونك هنا بالنسبه للتمرين هذا لا بالنسبه للتمرين 40 41 42 43 43 لا واحد من 40 41 42 هادو راهم غاديين نفس الطريقه حتى 46 بالنسبه لهاد الثمانيه دول عاد كارت راهم تاهما تنقاو في الديسكريبسيون مصحين ما عرف ليكم الا تهبطوا او تشوفوا لي فيديو باش تستافدوا مزيان دونك لا ميم غاديين هكا دونك باش نصوب اي هادي اي راها واحد الداله حدوديه ديفيني سور ار دونك بداو ب اي دونك جو دوال دي اي قبل ما نبداوها نشوفوا اي اي دي دو اي شنو هو دالة حدودية موال لانفيني بلس لانفيني باينة اندرسون لا ليميت عند المحدات دوك لا ليميت دو اكس فيغ موال لانفيني لا ليميت دو اكس فيغ بلس لانفيني او اكس او اكس ناخدو اكبر اس او كاري دونك هنا تجي بلس لانفيني وبالنسبة لاو اكس كتجي كذلك بلس لانفيني الوغ بلس لانفيني بلس لانفيني ناخذ واحد النقطه من او واحد الاكس اكس من دي دي او ناخذ على سبيل المثال ان دونك ناخذ على سبيل المثال نقطه وحده ان ولا زيرو اللي عجبك انت ما كاينش مشكل انا كناخذ ان باش كيجيني كنضربو هنا دغيا تقدر تاخذ زيرو يجيك زيرو فهمت تقدر تاخذ زيرو يجيك زيرو ناخذ مثلا حنا زيرو ولكن ناخذ ان زوين ولا خد ا زيرو ما يهمش المهم لا ليميت دو اكس فيغ ا اشني ديال او دو اكس كتجيك ا موان دو دونك كتجيك موان ز موان ز دابا نرسمو الجدول كيما قلت ديك الاخر ما كيهمش يعني كتاخد واحد النقطة وصافي دونك من موان لانفيني البلوس لانفيني غادي دو او دو اكس دو اكس دونك نقينا الصورة في بلس لانفيني ونقينا هنا الصورة في بلس لانفيني بلس لانفيني بلس لانفيني ونقينا الصورة دو ان واحد النقطة هنا ا كيما قلت تقدر تجيك زيرو تقدر تاخد نتا زيرو تقدر 110 ما نعرفت
وكتجيك موانزا دونك تناقصية تزايدية. اي صورة خديتي غادي تلقاها تناقصية لهذيك الصورة تزايدية حتى بلس لانفيني. نتمنى يكون واضح حتى لهنايتي. الوغ ندوزو دابا الفيديو اكس. دابا فيديو اكس قبل ما نديرو فيديو اكس خصنا كيما قلت نعرفو دي دو في. دونك دي دو في ايغالا دونك مهما كانت اكس من ار اش عندنا؟ عندنا ان 2x plus 3 différent à 0. 2x plus 3 كتخالف لي 0 ما يمكنليش تساوي لي 0. هادي هي هادشي كاش كي ابليكي لي ان x différent ياش موان 3 sur 2 كنبدا ديك الاطراف اللي هي. دونك هادي هي فين كتنعدم. الوغ نرسمو قبل ما نرسمو نشوفو النهاية ديالها. ديد في مازال ما كملتهاش. ديد في اش كتجيك من موان لانفيني حتى لموان 3 سوغ 2 ما داخلش اتحاد من موان 3 سوغ 2 حتى لبلوس لانفيني هادشي اللي كاين. دونك دابا درس المحدات لا ليميت بحال هنا باش عارف اش دير. دونك 1 2 3 4 علاش درت هنا 4 ما درتش غير 3 بحال الاول حيت هنا عندي على اليمين وعلى اليسار. الوغ لا ليميت دو اكس فيغ موان لانفيني بلوس لانفيني موان 3 سوغ 2 على اليمين موان 3 سوغ 2 على اليسار. دونك اكس غادا لهادي غير انا باش اختصرت كتبتها كياتي. دونك هادشي موان لانفيني كتجي تمشي لاكبر اس كتجيك من موان لانفيني الاخر تجيك 1 سوغ 2. دونك هادي فيديو اكس باش نكونوا واضحين كثر. فيديو اكس في دو اكس علاش ان سوغ دو ترجع الفونكسيو ديالك تاخذ اكبر اكس على اكبر اكس اكس على دو اكس تختزل الاكس تبقى لك ان سوغ دو. كذلك في البلوس لانفيني سي لا ميم ان سوغ دو. اش تبقى لك دابا تبقى لك ديال موان 3 سوغ دو بالنسبه لياش بالنسبه على اليمين. الوغ هنا دابا نكملو راه مشيت جبت شي سخيرات سمحوا لي. الوغ قلنا في فيديو اكس وصلنا لا ليميت نتاع اكس فيغ موان 3 سوغ 2 فيديو اكس شنو نديرو هنا عندنا على اليمين. دونك باش نكتبها لكم بحمر باش يوضح لكم هذاك الشيء مزيان ولا نصوبوهم هنايا في الجنيب وفي التالي نعوضوهم هنايا في الخارج ديالهم. دونك هذا يعني نكتبو استخراج ولا شي حاجه مهم هانتوما انا قلتها لكم. دونك لا ليميت دو فيديو اكس اكس فيغ موان 3 سوغ 2 البلوس على اليمين دو فيديو اكس شنو فيديو اكس هاي نكتبوها حنا كلها اكس بلوس 2 سوغ اك دو اكس بلوس 3 ياك اش كتجيك عوض لي دونك هانت اش تجيك نكتبوها بشي لون اخر باش تبان ليكم مزيان نكتبوها بخضر عوض لي تجيك الفوق ناقص دوك هي على جنب نعوضوها ناقص 3 سوغ 2 بلوس 2 ياك على ياش على جوج اكس اللي تختازت تبقى موان 3 بلوس 3 لتحتها. دونك هادي على كما كنقول لكم على غير الهامش ناقص 3 هادي هاي خليها كما هي انت الفوقانيه ما كيخالفليش الزيرو الفوقاني الزيرو ني با ايغال ا زيرو يعني الفوقاني ما كيساويش الزيرو. الوغ لتحتها شنو عندي زيرو ها هو ولكن علاش كندرس انا كندرس على اليمين بلس كندرس على البلس. دونك بما انه بلس هذا فيغ ياش فيغ لانفيني ياش فيغ لانفيني يعني في الامتحان ما كتكتبولوش هادي هادي غير كنوضحو بها حيتاش هذا كما كنقول في لي فيديو ديالي كاملين ان زيرو بلس كيعني ان زيرو 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 واحد العدد صغير يعني جنب الزيرو واحد العدد على اليمين وبالنسبة اللي كيكون على اليسار كيكون هنا الناقص هادشي اللي كاين. هادي هي شرحتها لكم. دونك هذا لقيناه بلوس لانفيني على اليمين على اليسار لا ميم وغادي تجينا هنا موان دونك على موان لانفيني. نتمنى يكون واضح هادي موان لانفيني وهادي بلوس لانفيني هاهي.
الو حتى لهنا حنا وصلنا مزيان. دونك دابا خصني نجيب وريقه. الو خصنا نحد هنا وحسبنا الليميت. دابا جبنا وريقه باش نمثلوا هذا الشيء اللي درنا ودونك نرسموا الجدول تاع في. دونك هذا هو الجدول هكا. هادي اكس فيديو اكس و علاش الجدول جا كي داير مالينا نرسموا نتوما مقاد مول لانفيني بلس لانفيني. وعندنا سي دي 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 اف و ناقص سمحوا لي ناقص 3 سوغ 2 هادي مالها كما كنقول كتشوف فهادشي اللي صوبنا هنا وتعمر. عندنا دي دي اف هادي ما داخلهاش. هادي اول حاجه ما داخلهاش ها هي تمشي ليا في دو اكس. دونك عندنا اول حاجه مول لانفيني بلس لانفيني. بالنسبه للبلس لانفيني كاينه على اليمين. البلوس لانفيني كاينه على ياش على اليمين. دونك هي بلوس لانفيني اخرى كاينه على اليسار ها هي هنا مول لانفيني. دونك بلوس لانفيني ما يمكنلوش يطلع كيهبط. دونك هابط لا ياش البلوس لانفيني الصوره ديال البلوس لانفيني 1 سوغ 2 وهذا ما يمكنلوش يمشي هكا. دونك يكون هكا تناقصيه تناقصيه وهنا 1 سوغ 2 حيت الصوره ديال هذه هي هذيك. نقدو هذا بشي جي زوين. دونك هذا هو الجدول نتاع فيديو اكس. دابا ندوزو الباء باستعمال التغيرات كل من الدالتين. باء باستعمال التغيرات كل من الدالتين او و في. ادرس تغيرات الدالة اف على كل من المجالين. الوغ لي لاحظتي مزيان دونك كتبو باء باء. الدراري متنساوش تابوناو لايك جيم بارطاج وداك الشيء. الو قال لك ندرسو دابا اف على المجال لين موال لانفيني حتى البلوس لانفيني وكذلك على المجال الاخر. نجيبو هادو باش نحطو حدانا كلشي لي زانفورماسيو ديالنا هاكا. هادو هما الجداول. الو لدينا شندنا نمشيو للدي دي او. دونك بما انه معطينا باستعمال التغير نتاع الداله او والداله في. عندنا الدي دي او اش كتساوي لك الدي دي ار لا دومين دو ديفينيسيو كامل حيت هي داله حدوديه. الوغ اذا دي ولا او دي دي او كيساوي ليا ياش كيساوي ليا موان زان حتى البلوس لانفيني. كيساوي ليا موان زان حتى البلوس لانفيني حيتاش كيفاش درت لها دونك او هي من موان لانفيني حتى البلوس لانفيني. وهادي كتساوي لك لا ليميت ديال هادي وهادي. دونك انا باش تفهموا هادي مزيان حيدوا عليكم هادي ترجع غير للجدول باش ما ندوخكمش هنايا حتى شي حاجه. لانيميت هذاك الشيء مازال ما وصلتش حتى الباك وعاد تفهموا كيفاش دراسه المجالات نتاع مزيان. دونك ها نتوما ترجعوا غير لهنا الصوره نتاع اي هو قال لك درسها لي على المجال من واحد حتى البلوس لانفيني ومن المجال مول لانفيني حتى لواحد باش نكونوا غير واضحين شويه باش ما ندوخكمش. نتمنى يكون واضح يعني. الو قال لك من واحد بلس لانفيني ومن موان لانفيني حتى لواحد يعني تي علاش ضربت على داك الشيء. كيفاش هنا من موان لانفيني حتى بلس حيت الصوره من واحد حيت الصوره من واحد حتى بلس لانفيني هي من موان زان حتى بلس لانفيني من موان زان حتى بلس لانفيني. تي علاش هادي واخا دي دو اي كتساوي ار انا عندي الغرض من ان حتى بلس لانفيني فهمتو. هادشي علاش دي دو او نتاع من ان حتى بلس لانفيني كتساوي هادي. هادشي علاش خدينا دي دو او حيتاش اغ راه هادي كامله وانا خديت منها غير بارت. نتمنى يكون واضح مزيان. دابا دي دو في و دي دو في اش كتساوي ها هي هي هادي اللي حسبنا موال لانفيني ناقص 3 سوغ 2 موال 3 سوغ 2 لانفيني و
هادشي اللي كاين دي دي في. واش عندنا حنا؟ عندنا هذيك. شنو كتلاحظ انها درادون هادي ولدينا دي ديال دي لا دي او ديال دي دي او دون دي دو في. واش كامل درنا باش غير نشوفو واش الداله كنقدروا نركبوها شي على شي ولا ما نقدروش نركبو شي على شي. دونك بما ان لقينا هذا الشيء فان الداله قابله للتركيب ولا يمكننا تركيب هاد الدالتين او وفي. اذن يمكننا تركيب او وفي من هذا الترتيب ولا صافي هاد الدالتين هنا. دونك هنا اغ غادي لايش غادي الموان سور فتل بلس لانفينين وغادي حتى الار عاو تاني. دونك هنا عندنا الدالة او وعندنا الدالة في. دونك اكس غادي الاكس وكاري موان دو اكس الدالة او وغادي حتى الدالة التركيب ديالهم اللي من ار اللي هو الدالة اف دو اكس اللي كتركب شي فشي. دونك هو اكس كاري موان دو اكس بلس 2 سور 2x موان 4x 2x كاري موان 4. دونك هذه هي حيتاش من هذه لهذه درنا التركيب نتاع او و في. هادشي علاش تجيك اف كتساوي او في رو او. يعني او كنركبوها في في تعطيك هادشي. الوغ دابا نديرو هاد النقيطة هادي ونشوفو اي شنو هي اي. عندنا تناقض. دابا نشوفو على هاد المجالات هادو اللي عطاونا اي اي تناقصية من موان لانفيني لزان. اي تناقصية من موان لانفيني حتى الان. هاهي من موان لانفيني حتى الان تناقصية الدالة هادي الاولى. في مالها؟ في تاهي تناقصية. تاهي في تناقصية لهاد المجال. وبما انهم بجوج تناقصيين فان التركيب نتاع الدالتين اش يكون؟ ياش تزايدي. تناقصي تناقصي كيعطيك تزايدي. اذن اف اللي هي فيرو اي تزايدية على ياش على هاد المجال هذا موان لانفيني ا. دابا نشوفو البارتي الثانية او. عندنا ياش عندنا تزايدية او على من ا تزايدية هكا على ان بلس لانفيني. في مالها؟ تناقصية عاوتاني على ان بلس لانفيني. دابا نقينا وحدة تزايدية وحدة تناقصية اش يجي؟ غتبقى تناقصية. إذن إف اللي هي أو في رو أو تناقصية على هاد المجال. دونك واحد بلس لانفيني. دابا الدالة ساهلة. دابا ترسم هادشي ديالها ومنه نقدرو نرسموه ساهل. هادشي هكا دونك إف دو إكس إكس موان لانفيني حتى الان بلس لانفيني. دونك لقيناها هادي الاولى لقيناها ياش. هادو هما المهم. لقيناها تزايديه على موان لانفيني حتى الواحد ها هي وتناقصيه على هاد المجال. بالنسبه للصور اتحسبوهم كما ديما. دونك تجيك هنا واحد في موان لانفيني دونك موان لانفيني تجيك ان سوغ دو وف بلوس لانفيني تجيك تاهي بحال تجيك ان سوغ دو. دونك هادشي اللي كاين حتى لهنا. دابا مباشرة ندوزو لتلاتة ديك تخوازيام كيستيو. لتكون جد دالة العددية معرفة على ما هي على اغ الف تحقق من ان يعني كيما درت قبيلاتي شي كتنقص من شي وتقدر تتبع طريقة اخرى. دونك غنكتبلو بالزربة. دونك قالك تحقق دونك تالتا ألف
نتمنى ما تكونوش كدوز الفيديو باش تفهموا مزيان، باش ما تهبطش الكومونتير تقول لي راه شي حاجه ما فهمتهاش، راني غادي كنشرح مزيان يعني غادي كنبين غادي وكنبين. دونك حنا شنو عندنا اللي لاحظتي في الداله هذه؟ هذه راه هي اف دو اكس، هذه الدخلانيه هي اف دو اكس. دونك حنا شنو عندنا في الاول؟ عندنا ان كل كسوى اكس من ار، ان اف دو اكس ان سور دو. الوغ دابا ندخلو الجذر، ندخلو ياش الجذر عليها ساهله. دونك تبقى لك هنا جذر اف دو اكس ان، وهنا اش تولي الجذر نتاع ان سور جذر دو. ما درت والو، هادي راه هي جي دو اكس ان، وهادي واحد على جوج نضربو في المرافق. باش تضرب في المرافق كضرب الفوق والتحت، دوك نضرب جذر جوج الفوق ونضرب جذر جوج التحت تولي هكا. دوك هادي هي اللي عطاونا، كاينه ولا ما كايناش؟ كاينه، هكا هادشي هما اللي عطاونا هما. ها هو دونك نضرب في المرافق. انا ندير لكم واحد انديكاسيون هي صغيره. دونك عندنا واحد على جذر جوج راه كتساوي ليا جذر جوج على ياش؟ على جذر جوج في جذر جوج. كاينه ولا ما كايناش؟ ما درت والو، ضربت وقسمت على نفس العدد بحال ضربت في واحد. وهذه اش كتجي؟ هذه تبقى جذر جوج، والتحت جذر جوج في جذر جوج هي او كاريت، وكتولي ليا جوج. وهذه هي اللي عطاونا. السلام عليكم. دونك دابا ندوزو لبي. الدروس راه ثابت جي على كل من مولن فيني، وحتى دونك نفس المجالات اللي عطاونا قبيلاتي، ودابا ندرسوهم بالنسبه للداله جي. باء. دونك كيما كتعرفوا دائما يعني بحال الاول عندنا واحد دود جوج فونكسيو او اف في باش درسنا التغيرات نتاع اف على دوك المجالات. الوغ حتى هنا خصنا واحد الداله. دابا حنا حتى عندنا اف دو اكس، اف دو اكس هي اللي كتمثل هذاك الشيء اللي داخل الجذر نتاع جي دو اكس. ودابا خصنا واحد الجذر، واحد الداله بحيث تكون عند هذاك الجذر. نديرو كل كسوا اكس من ار، نديرو مثلا واحد الداله معرفه دوك اش دو اكس كتساوي جذر اكس هنا هنا بلوس، حيتاش مهما عطيتها الجذر خصنا تكون بلوس، ما تكونش من موال لانفيني لزيرو، خصها تكون من زيرو بلوس لانفيني. تشاش عطيتها البلوس هنا يا سي. الوغ بما انها معرفة على هاد المجال، فإن ديدو اف ديال ديدو اش ديالها راه هو كيساوي ار بلوس، كيساوي ار بلوس. ديدو اش ديالها نستنتجوه في البلاصة، حنا استنتجناه هو ار. دونك هو ديدو اش هو ار بلوس. ونرجعو دابا للدالة ديالنا حنا اللي عطينا هما اف، الدالة اف، و لدينا دي دو اف كيساوي اغ. الدالة دي دو اف ها هي الحدودية ديالنا كتساوي اغ، هاديك اغ. شنو اخر؟ دابا نشوفو اف نتاع دي دو اف اش كتساوي. دوك الصورة نتاع دي دو اف، اذن اف نتاع دي دو اف اش كتساوي؟ رسمنا قبيلاتي اف نتاع دي دو اف اللي هي من ان سوغ دو حتى الان. علاش؟ حيتاش كيما قبيله كنخدمو من ان بلوس لانفيني ومن موال لانفيني حتى الان، هادشي علاش كنخدمو مقسم المجال. شوف التمرين، دونك هي من ان حتى من ان سوغ دو حتى الان. دونك هي من ان سوغ دو حتى الان، هادشي اللي كاين. وشنو عندنا اخر؟ بما ان هادي ساوت لنا هادي، دونك هادي كتساوي لنا هادي، هادي كتستنتج مباشره هادشي ولا كيفالي ليا ان اف نتاع دي دو اف دون ياش دون دي دو اش اللي هي دي ار بلس. اذا كما قبيله يمكننا نركبوا هاد الدالتين، اذا يمكن او يمكن نتمكن من تركيب اش و اف. الوغ عندنا اغ غادا حتى الان سوغ دو ان
ديالاش اف وغادا حتى الار ديالاش ديال اش. اذا اكس هنا عندنا الدالة ديالنا اف دو اكس لي اكس كاري موان دو اكس بلوس دو على دو اكس كاري موان كاتر اكس بلوس تخوا وغادا حتى الار اللي هي جدر جي دو اكس ديالنا حنا اللي هي اكس كاري موان دو اكس بلوس دو جوج اكس كاري موان كاتر اكس بلوس تروا. ومن هذه لهذه اذا هذه هي الجي اللي كتساوي لنا اش رون اف. دابا نشوفو اف مالها اف 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 صوب ها هي اف من مولا فيني حتى الان تزايدية. دونك اف تزايدية على مولا فيني حتى الان. اش اخر اش واش تزايدية على هاد المجال؟ اه تزايدية على هاد المجال على هاد المجال. علاش؟ حيتاش اف ديال هاد المجال حتى الان كتساوي ليا 1 سور 2 1 وهي تزايدية يعني. اذا ومنه كنستنتجو فان الجي اللي كتساوي لي اش رو اف تزايدية على مولا فيني حتى الان. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اف على المجال الثاني لقيناها تناقصية على ان بلس لانفيني. بالنسبة للاش كتبقى تزايدية. دونك تزايدية على اف ديال ان بلس لانفيني حيتاش هذا كيساوي ليا ان سوغ دو حتى الان. دونك هادشي اللي كاين. هادي راه هنا مجال مفتوح. وهادشي بما ان هادي التناقصية هادي التزايدية فهي دالة جي جي هنا تناقصية على واحد حتى بلس لانفيني. بما لقيناها تناقصية اذا الدالة ديال الشكل التالي راني نرسمو الشكل ديالنا اللي هو جي بحال هكا جي اكس اكس مول لانفيني ان بلس لانفيني. دونك هادشي اللي كاين. دونك كما قلنا تزايدية في تناقصية. بالنسبة للصور ديالهم تقدر تحسبهم. دونك حتى لهنا كيسالي الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.